النشرة المسائية المفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. مساء الخير، أهلا بكم. على الطريقة اللبنانية ستحل مسألة إقرار الموازنة العامة من نواحي القانون والدستور والاجتهاد والواقع، وهناك ثلاثة اتجاهات أو ثلاثة مخارج. أولها ويبدو الأكثر ترجيحا وتقدما هو أن تتقدم الحكومة في خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون الموازنة باقتراح قانون معجل مكرر ينص على إعطائها مهلة 6 أشهر كي تنجز قطع الحساب على أن يتم نشر قانون الموازنة بعد المصادقة النيابية عليه. الخيار الثاني يستند دستوريا إلى المادة 87 ويتلخص بأن يصادق البرلمان في نهاية جلسات الأيام الثلاثة الخميس على المشروع، وألا يصدر قانون الموازنة لمدة شهر كامل، وفي خلال هذا الشهر تنجز الحكومة قطوع الحسابات فيستوي بعدها إصدار قانون الموازنة مع قطع الحساب. الاتجاه الثالث هو أن تنعقد جلسة لمجلس الوزراء في خلال مناقشة البرلمان للمشروع وأن تقر الجلسة قطع الحساب ليتم رفعه إلى جلسة المناقشة النيابية، وأن تأخذ المناقشة مجراها وتتم المصادقة فالإصدار. لكن الرئيس بري علم قبيل انعقاد جلسة المساء أن لا جلسة لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة، فما كان من النائب جورج عدوان إلا أن يرد بأن الأمر غير دستوري إذا كنا سنصدر قانون الموازنة. في أي حال، رحلة الموازنة العامة على مشارف النهاية، ومجلس النواب انطلق في المناقشة تهيئا للمصادقة على أرقامها على رغم التحفظات ليستوي الإنفاق فيما تبقى من السنة الحالية وفقا للقانون. وفي السياق القانوني العام والأصول، ونظرا إلى أن قانون الموازنة يبقى مبتورا طالما لم يقر المجلس قطع الحساب، نشير إلى أن رئيس المجلس نبيه بري عمل اللي عليه وطلب في مستهل الجلسة الأولى النهارية من رئيس الحكومة سعد الحريري عقد جلسة لمجلس الوزراء لإحالة قطع الحساب إلى المجلس وفقا للأصول، وقد وعد الحريري خيرا. معلوم أن قطعات الحساب فضلا عن أنها شرط دستوري لاكتمال أركان الموازنات العامة هي الآلية الوحيدة القادرة على تبيان قيمة الدين العام في البلاد. وفي المناسبة، وفيما ترتسم أسئلة كثيرة حول المال العام، طمأن رئيس جمعية المصارف سليم صفاير من عبدة إلى أن المصارف اللبنانية تتمتع بسيولة مرتفعة. أما في المنطقة فالأجواء تستمر مشدودة، خصوصا بين إيران والولايات المتحدة التي لوحت في الساعات الماضية باتهام إيران بأنها وراء اختفاء ناقلة نفط مجهولة الهوية والعلم وفي مياه الخليج، وعلى رغم أن الأسطول البريطاني في المنطقة وضع في حال استنفار قصوى، إلا بريطانيا أكدت أن حربا في الخليج ليست من مصلحة أحد. وكذلك وزير الدفاع الأمريكي المعين للتو مارك إسبر أعلن أن لا رغبة أمريكية في الحرب مع إيران، وهناك حاجة للعودة إلى المسار الدبلوماسي. البداية ومع الزميلة نوال الأشقر في ساحة النجمة، بعدما انطلقت الجلسة المسائية في اليوم الأول لمناقشة مشروع قانون الموازنة في البرلمان. نوال، يعطيك العافية، بما تميزت حتى الآن أجواء هذه الجلسة المسائية؟ شكرا نبيل، لم أسمع تحديدا ما هو السؤال، ولكن بطبيعة الحال هذه الجلسة التي انطلقت عند السادسة بموازاة هذه الجلسة، وربما ما يحصل على هامش هذه الجلسة هو يتخطى أهمية هذه الجلسة، كون هناك مشاورات كانت قد انطلقت منذ جلسة صباحية وتستكمل في هذه الجلسة، يشارك فيها الرئيس بري ويشارك فيها الرئيس الحريري للوصول إلى تخريج لما قلته في مقدمة هذه النشرة عن قطع الحساب. هناك عدة اقتراحات تطرح، ولكن الاقتراح أن تجتمع الحكومة لإرسال قطع الحساب إلى المجلس النيابي، قطع حساب 2017 ليصار إلى التصويت عليه وتنشر الموازنة في الجريدة الرسمية، هذا الاقتراح يفضله الرئيس نبيه بري، ولكن لا يبدو أنه متوفر حتى هذه الساعة، لا يبدو أن هناك جلسة لمجلس الوزراء. وهذا ما قاله الرئيس الحريري في الرئيس بري في بداية هذه الجلسة بأنه وردني اقتراح
يصح بألا اجتماع للحكومة، وبالتالي يعود للأمر المجلس النيابي يعود له البت بالأمر، قصد بذلك الاقتراح الذي كان قد تقدم به تكتل لبنان القوي صباح هذا اليوم، تقدم به الوزير سليم جليساتي عبر يعني تقدم به إلى الرئيس بري وقدمه لاحقا تكتل لبنان القوي، ويقضي بأن يصار إلى تمديد المهلة التي كانت معطاة للحكومة لإنجاز قطاعات الحسابات من العام 2000 من العام 93 إلى العام 2017 في خلال مهلة 7 أشهر. وقبل قليل قال أن إبراهيم كنعان لتلفزيون لبنان بأنه بموازاة هذا الاقتراح سيصار إلى تعزيز ملكات ديوان المحاسبة، وأيضا يعني ما يحتاج إليه من قضاة وموظفين ليستكمل قطاعات الحسابات خلال 6 أشهر. هذا الاقتراح يعمل عليه، ولكن لا يعني أنه هذا الاقتراح سيأخذ الموافقة من جميع الكتل. قبل قليل خرج الرئيس سعد الحريري، سأله تلفزيون لبنان عن إذا كان سيمشي بهذا الاقتراح وهو تمديد أعطاء الحكومة 6 أشهر. قال الرئيس الحريري كل شيء بيجيب توافق للبلد نحن نمشي فيه، ولكن هناك عدد من الكتل لم تصوت مع هذا الاقتراح، كتلة القوات اللبنانية وأيضا كتلة اللقاء الديمقراطي. وقبل قليل أيضا في دردشة مع الإعلاميين قال النائب هادي أبو الحسن التسوية التي يعمل عليها وهي إعطاء الحكومة 6 أشهر لإرسال قطاعات الحسابات هي مخالفة دستورية وهي واضحة للهروب من اجتماع مجلس الوزراء ومن انعقاد مجلس الوزراء، وهذا يؤدي إلى تعطيل البلد إلى تعطيل مجلس الوزراء، بينما الأصول أن لا تربط انعقاد مجلس الوزراء بحادثة قبر شمون، بل يصار إلى استكمال التحقيقات في هذه الحادثة لمعرفة وفق الأصول، وبنتيجة التحقيقات يقرر وينظر مجلس الوزراء بتوصيف هذه الحادثة وما إذا كانت يجب أن تحال إلى المجلس العدلي أو لا. قصد بذلك عدم ربط انعقاد مجلس الوزراء بهذه الحادثة. أيضا النائب سامي شميل قال هذه مزحة أن نمشي بهذا الاقتراح، قال لتلفزيون لبنان أن قطع الحساب هو ليس شكلي، هو ضروري لنصوت على هذه الموازنة معها أو ضدها، لأن قطع الحساب هو مؤشر على ما قدمته الموازنات السابقة من إيرادات لهذه الخزينة، وبالتالي لا يمكن أن نسير بالموازنة من دون قطع حساب. أيضا النائب جميل السيد وفي دردشة معنا قال كل ما يجري اليوم من هذه الطروحات هي طروحات مخالفة للدستور، ولكن نحن أمام واقع أنه يجب أن تقار هذه الموازنة ويجب أن تنشر في الجريدة الرسمية، والأمر يعني يعود إلى طبعا مجلس النواب ليصوت مع هذا الاقتراح أو لا، ولكن المشكلة بنظره هي في المحميات وفي الهدر والفساد. أيضا كان في كلمة للنائب جورج عدوان قال فيها لم نصوت مع الموازنة وسنصوت مع كل مادة إصلاحية في الموازنة فقط. الرئيس الحريري اعترض على ما جاء في كلمة النواب وتحديدا في كلمة النائب جورج عدوان عن القول عن صعوبة في الوضع المالي، وطلب الرئيس الحريري من النائب جورج عدوان ومن كل النواب بأن لا يتم مناقشة الوضع المالي والإحاء بأننا أمام أزمة مالية، وأن صندوق النقد الدولي يتحدث عن مجموعة معطيات في النتيجة لبنان يأخذ ما هو لصالحه. فعلى سبيل المثال صندوق النقد الدولي تحدث عن رفع الضريبة على القيمة المضافة 15%، ولكن لبنان يقرر في هذا الموضوع. وأيضا الرئيس الحريري قال أنا لم أقل أنني لست سألان عن البنك الدولي، ولكن نقرر ما يوازي مصلحة لبنان في هذا الموضوع. النائب ياسين جابر أيضا أشار في كلمته إلى 52 قانون صدر من المجلس النيابي ولم يطبق في الحكومة ولم تصدر مراسيمهم التطبيقية، وأيضا تحدث أن هناك طبعا هناك مشكلة سيولة قال في البلد النائب ياسين جابر، وهناك أيضا حادثة قبر شمون التي أساءت إلى الموسم السياحي والتي أيضا زادت من هذه المشكلة. إذن نبيل ما يطرح الآن هو مشاورات. قبل قليل دخل الرئيس الحريري هنا إلى أحد المكاتب في المجلس النيابي يعقد اجتماع مع عدد من النواب، وليصار إلى بلورة تخريجة معينة لإقرار هذه الموازنة من دون قطع حساب. نعم نوال، شكرا لك على كل هذه المعلومات القيمة، حدثينا مباشرة من المجلس النيابي. مجريات جلسة النهار في اليوم الأول للمناقشة في تقرير هبة عياد.
هادئة بدت جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2019 على رغم غياب قطع الحساب الذي شكل الطبق الأساس بصفة الحاضر الغائب عنها، ليجمع الاعتراض على التصويت على الموازنة قبل إصداره من الحكومة بين غالبية النواب. من هنا استهل رئيس مجلس النواب نبيه بري افتتاحية الجلسة بالشكر للمجلس نفسه ولجنة المال على إعداد تقريرها، مطمئنا أنه سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء إبان انعقاد هذه الجلسة. قطع الحساب بصير قبل التصويت، راح بيكون في جلسة لمجلس الوزراء إن شاء الله إبان الجلسة. إلا أن الرئيس الحريري وفي دردشة مع الصحفيين خارج الندوة البرلمانية تحدث عن صيغة حل قطع الحساب، يجري التشاور بشأنه ويعمل عليه رئيس الجمهورية، موضحا أنه لم يحدد بعد موعدا لجلسة مجلس الوزراء. الجلسة العامة افتتحت بكلمة لرئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان الذي عرض لتقرير الموازنة، وطالب الحكومة بالشروع بموازنة سنة 2020 منبها إياها بأنها ولو كانت توافقية وحكومة وحدة وطنية فلن تختزل دور المجلس النيابي في الرقابة. وعلى وقع مناقشة الموازنة وكلمات النواب، محاولات حثيثة من هنا ومشاورات من هناك من أجل إخراج صيغة الحل بشأن قطع الحساب، جمعت بين الرئيس الحريري والوزير سليم جريصاتي ممثلا رئيس الجمهورية ووزير المال علي حسن خليل. وبحسب جريصاتي فإن نص المادة التي ستضاف إلى الموازنة والتي تقضي بتمديد مهلة تقديم القطوعات المالية 6 أشهر من قبل الحكومة أصبحت لدى الرئيس بري وهو يدرسها. النائب سامي الجميل بدوره اعترض على استلام النواب لقطع الحساب قبل ساعتين مثلا، الأمر الذي يعيق آلية المحاسبة والرقابة ويمنع مجلس النواب من القيام بدوره الرقابي. عدد طالبي الكلام بلغ حتى رفع الجلسة الصباحية 63، تحدث 8 نواب منهم. النائب ميشيل معوض قال سنعطي فرصة لهذه الموازنة ونصوت عليها إذا ما أقر قطع الحساب، ودعا الحكومة للاجتماع. النائب حسن فضل الله الذي تحدث بالسياسة أولا تناول موضوع العقوبات الأمريكية ووصفها بالعدوان الجديد على كل لبنان لأن النائب يمثل الأمة وهو اعتداء على المجلس النيابي، وتطرق لموضوع العمالة الفلسطينية رافضا التعامل مع الفلسطينيين كنازحين، معتبرا أن الموضوع بحاجة إلى حوار عاجل لبناني فلسطيني يأخذ بعين الاعتبار رفض التوطين. ومن ثم انتقل إلى الموازنة مؤكدا أن لبنان ليس بلدا فقيرا ولا مفلسا، إنما يحتاج إلى إرادة سياسية جامعة، ومركزا على دور القضاء في وقف الهدر والفساد. النائب جميل السيد أعلن أنه لن يصوت على الموازنة التي وصفها بموازنة البحث عن القرش في جيوب المواطنين. النائبة ستريتا جعجع أعلنت أيضا أن حزب القوات اللبنانية يمتنع عن التصويت لصالح الموازنة على الرغم من تأييد بعض بنودها. النائب بلال عبدالله قال مضطرون للامتثال للموازنة حرصا على عدم الانهيار واستجابة لدعم الاقتصاد، ونأمل أن يتم أخذ اقتراحاتنا بعين الاعتبار، وسنصوت للموازنة داعيا لإلاء الأهمية لموضوع الجامعة اللبنانية. النائب نزيه نجم طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد وتحديدا الصناعة والعمل من أجل إعادة الثقة بمؤسسات الدولة. النائب أنور الخليل دعا الحكومة لتقديم مشروع موازنة العام 2020 ضمن المهلة الدستورية مما يتيح للمجلس النيابي الوقت الكافي لدراسته. الكلمة الأخيرة كانت للنائب محمد خواجة الذي دعا لفتح ورشة تشريعية لإعادة النظر بالقوانين الناظمة لعمل المؤسسات العامة والمستقلة والمرافق العامة على أنواعها، مشددا على ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة. بعد ذلك رفع الرئيس بر الجلسة لتعود وتستأنف عند 6 مساء. وتوازيا مع انعقاد الجلسة العامة التي تناقش موازنة 2019، نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاما في ساحة الشهداء، حيث أكدوا رفضهم المس بحقوقهم داعين النواب إلى التصدي للإجحاف اللاحق بحق العسكريين المتقاعدين. وقد أعلن 3 من العسكريين المتقاعدين الإضراب عن الطعام في خيمة الاعتصام التي نصبت في ساحة الشهداء. من جهته خرج النائب شامل روكز من الجلسة وانضم إلى الاعتصام، واعتبر أن موقفه في المجلس النيابي هو إسقاط المواد التي تنال من العسكر والقطاع العام بضريبة الدخل، وردا على سؤال حول ما إذا كان كلامه يتعارض مع موقف التكتل لبنان القوي، قال روكوز: أنا أقول الكلام الذي أريد، وعصب تكتل لبنان القوي هو العسكر.
الرئيس العماد عون التقى وفد جمعية المصارف ووعد بأن تصدر موازنة 2020 في موعدها الدستوري، فيما طمعن الدكتور صفير إلى أن المصارف اللبنانية تتمتع بسيولة مرتفعة والقطاع المصرفي متين. هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير وأعضاء مجلس إدارة الجمعية على الثقة التي نالوها في الانتخابات الأخيرة، متمنيا أن يتمكن مجلس الإدارة الجديد للجمعية من تحقيق ما يصوب إليه أعضاء الجمعية، مركزا على أهمية القطاع المصرفي في الحياة الاقتصادية اللبنانية وعلى ضرورة التعاون بين المصارف والمؤسسات الرسمية المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية لدعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد. وأكد الرئيس عون العمل على تحسين الوضع الاقتصادي لا سيما بعد إقرار موازنة 2019، واعدا بأن موازنة 2020 ستصدر في موعدها الدستوري وستكون موازنة متوازنة وإصلاحية، وقال سنتمكن من تجاوز الأزمة التي نمر بها راهنا بالتعاون مع جميع المعنيين. الدكتور صفير نوه بجهود حاكمية مصرف لبنان وطمأن إلى متانة القطاع المصرفي والعلاقة الجيدة مع مراكز القرار السياسي والمالي. وبمناسبة الإجراءات الأخيرة التي صدرت، طمنا فخامة الرئيس إلى متانة القطاع المصرفي اللبناني ومناعته، خصوصا وأن جمعية المصارف نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطبيق أفضل قواعد الامتثال والتزامها تعميم الموضوع من قبل حاكمية مصرف لبنان كما المعايير الدولية. الرئيس عون أكد أن سمعة لبنان فيما يتعلق بحقوق الإنسان مهمة بالنسبة إلينا ويجب الحفاظ عليها، وشدد أمام أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب الذين أقسموا اليمين أمامه على أن يمنحهم سقفا فولاذيا من الحماية ليتمكنوا من أداء عملهم، وتوجه إليهم بالقول مهمتكم صعبة ولكنني سأكون معكم. ولفت الرئيس عون أعضاء الهيئة إلى أن هناك الكثير من القضايا التي عليهم البدء بالعمل بها. الرئيس عون استقبل راعي أبرشيات بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران جورج بعوني، الذين شكروا الرئيس عون على رعايته وحضوره حفل تدشين المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص واحة الحياة في الأشرفية. واستقبل الرئيس عون وفدا من ضباط قيادة الجيش وجهوا إليه دعوة لترأس احتفال عيد الجيش في الأول من آب. وفي قصر بعبدة رئيس لجنة مهرجانات القاع جورج الياس مطر مع وفد من اللجنة وجهوا لرئيس الجمهورية دعوة لحضور المهرجانات التي ستقام في البلدة. وأكد الرئيس عون أن منطقة القاع عانت الكثير جراء تداعيات الحرب السورية، وشدد على أن لبنان ينعم اليوم باستقرار أمني انعكس إيجابا على موسمه السياحي. سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر ماذا يجري في إحدى بلديات الشوف من مخالفات وتعديات على الأحراج واستغلال المرامي الغير الشرعية في مرج بسري واعتقال السوريين والتعدي عليهم في شبه زنزانة في البلدية، ويقال الاعتداء على القصر منهم إلى جانب مظاهر سلاح مشبوهة. رئيس الحكومة سعد الحريري تناول تطورات مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يانكوفيتش الذي يستعد لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل والمتعلقة بتقرير عن القرار 1701 والتمديد لليونيفيل في جنوب لبنان. طاولة مستديرة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة عن دور المرأة في المجتمع وصورتها في الأعلام. عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة برئاسة كلودين عونروكوز ومشاركة عدد من أعضائها طاولة مستديرة مع عدد من الصحفيات والصحفيين ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية بهدف عرض أهدافها وإنجازاتها، إضافة إلى أبرز المشاريع التي تعمل على تنفيذها ضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام الأمن التي قدمتها الهيئة إلى المجلس الوزراء. السيدة روكوس شددت على دور الإعلام الجوهري في مسيرة النضال نحو تقدم أوضاع النساء في المجتمع اللبناني ونحو تغيير الصورة النمطية للمرأة وأكرار الإصلاحات التشريعية الضرورية لتأمين حقوقها.
أوضح وزير الشؤون الاجتماعية ريشار كيوميجان في خلال مشاركته في احتفال افتتاح الحوار الإقليمي حول مكافحة إتجار البشر في سياق الاستجابة الإنسانية في المشرق الذي عقد برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وبدعوة من منظمة الأمم المتحدة للهجرة في لبنان، إلى أن لبنان من الدول الأولى التي ساهمت في وضع شرعة حقوق الإنسان، معتبرا أنه حتى لو مر لبنان في فترات شهدت مسا بحقوق الإنسان خصوصا في مرحلة الحرب، إلا أن مجتمعه محصن إلى حد كبير في وجه الاتجار بالبشر. مؤخرا بمنطقة الشرق الأوسط مع الإرهاب، مع كل الممارسات الشنيعة اللي كانت عم بتصير، تم الإتجار بالبشر، ولكن المجتمع اللبناني كان محصن إلى حد كبير من هالناحية. اليوم المجتمعات العربية عانت مع داعش مع غير داعش من الإتجار بالأطفال، بالأحداث، بالنساء. فهالموضوع بحاجة إلى يقظة عربية شاملة لمواجهته ولمحاربته. هالمؤتمر يندرج في هذا الإطار، صحيح يندرج تحت عنوان الهجرة، ولكن موضوع البحث اليوم هو الإتجار بالبشر، وهذه مش آفة، هذه جريمة بحق الإنسانية. ولبنان من أول الدول التي تدافع عن حقوق الإنسان واللي ضد هذه الإتجار بالبشر وكل هالنمط يلي بيعتمدوا الإرهاب وبعض المستفيدين ماليا من هالشغلة هذه. الإضراب العام شل مخيم عين الحلوي، حيث اعتصم عدد من أهالي المخيم عند المداخل الرئيسية منذ ساعات الصباح الأولى، وأقفلت بالكامل وأحرقت الإطارات في يوم غضب دعت إليه القوى السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية ولجنة تجار سوق الخضار، وذلك احتجاجا على قرار وزارة العمل اللبنانية بإقفال مؤسسات يملكها فلسطينيون في لبنان، وطرد العمال من مؤسسات مختلفة بشكل غير مسبوق وفق الحملة التي باشرت بها تحت شعار مكافحة العمل الأجنبية غير الشرعية. في مخيمات لبنان وفي مخيمات صيدا بشكل رئيسي، بناء لدعوة القيادة السياسية للقوى الوطنية والإسلامية في مخيمات صيدا، أعلننا هذا اليوم هو يوم غضب فلسطيني رفضا للقرار الجائر والظالم الذي اتخذه وزير العمل وكلف وزارة العمل في تطبيقه تحت عناوين تنظيم العلاقة تنظيم العمالة للأجانب في لبنان. نحن ضد هذا القرار التعسفي من وزير العمل للدولة اللبنانية، ونحن هون عم بخنقوا علينا كتير، ممنوع أشغال، ممنوع تاكل، ممنوع تعيش، بده يهجرونا، ونحن بنطالب بإزالة هذا القرار التعسفي من قبل رئيس الحكومة دولة الرئيس سعد الحريري ودولة الرئيس نبيل بري، بنطالب بإزالة هذا القرار التعسفي. وإلى الفقرة الاقتصادية مع ندى الحوت. دكتور بوار، أهلا وسهلا فيك بالفقرة الاقتصادية. كنا عم نحكي نحن أن هناك ضرائب ستفرض على كاهل المواطن اللبناني تتراوح من 2.7%، قراءة للموازنة ولا أعداد الموازنة لألك؟ أول شيء شكرا لاستضافتي. أهلا وسهلا. بالنسبة لموضوع الموازنة، نحن طبعا صدر عم تندرس بأول شيء بمجلس وزراء، بعدين راحت على مجلس النواب. صحيح. باللجنة يعني المالية. في تخبط إذا بدنا نقول بين النواب والوزراء وكل المسؤولين عن هالموضوع بموضوع فرض ضرائب زيادة على كاهل المواطن. طبعا في أحزاب مع، في أحزاب ضد. صحيح. المشكلة هلأ إنه بالنهاية حتنفرض ضرائب على المواطنين. بس كيف حتنفرض؟ في ناس عم تطالب ب 2% زيادة رسوم على كل الأصناف، وفي أشخاص تانين أو فريق تاني عم بيطالب لا بزيادات لتوصل للسبعة وعشرة بالمية بس على أصناف معينة بين 1000 و1500 سلعة. صحيح، 1500 سلعة. نعم، 1500 سلعة. هلا هل هي كمان هذا حيكون موضوع النقاش اللي حيصير بيوم الثلاثة أو الأربعاء خميس بالجلسة العامة لمجلس النواب. نعم. طبعا اذا بتجي لموضوع التجار وشو رايهم والقطاع الخاص وشو رايه، نحن ضد اي زياده ضريبه على كاهل المواطن. اليوم انتم كتجار صحتك ماشي بين سلبا. نحن باقتصاد النمو بتاعه تحت الصفر صرنا.
اذا بدنا نزيد ضرائب زياده حننزل بالنمو اكثر واكثر واكثر، حصير ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4. نعم. من عدا هيك حيصير في عندنا تضخم بسموه دبل ديجيت بالانجليزي اللي هو رقمان. نعم. يعني حنصير التضخم عندنا فوق ال 10%، كنا عم نحكي ب 6.8 السنه الماضيه 2019، اذا مع هالضرائب الجديده حنوصل لفوق ال 10%. نحن كقطاع خاص بعدنا بنصر انه ما ينفرض ولا ضريبه زياده على الاستيراد. اخبار محليه متفرقه في هذا الشريط السريع. اكد رئيس حزب الكتاب النائب سامي الجميل ان القيم المسيحيه واحده لا تتجزأ من الحريه الى الحقيقه، وهو ما تعودنا عليه في الكتائب وما سنبقى نمارسه ونقول كلمه الحق، لان هذا ما اوصانا به الرئيس الشهيد بشير الجميل، ودعا الى اقامه دوله القانون والبلد المتطور الذي يؤمن الفرص للشباب. ونبقى في بكفية التي اختتمت ليالي سحر ارمينيا والتي افتتحها الرئيس امين الجميل ووزير السياحه اواديس كيدانيو والنواب سامي الجميل واضو بكر وحشد من رؤساء البلديات والفعاليات. أقيم حفل افتتاح مؤتمر دور أجهزة الحماية المدنية في تأمين سلامة المرافق السياحية الذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبرعاية الوزيرة ريا الحسن في المتروبوليتن وبحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد مثمان وحشد من السفراء. التقى مفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم سوسان وفودا فلسطينية، وقد دعا سوسان إلى تأمين العيش لهم بكرامة، مؤكدا على التلاحم بين الشعبين لمواجهة حقيقة صفقة القرن. عقد مجلس بلدية طرابلس اجتماعا في قاعة الاستقلال في السراي بحضور محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة ورئيس البلدية المهندس أحمد أمر الدين ونائبه المهندس خالد الولي ومقرر الجلسة كبير السن الدكتور عزام عويضة وكامل أعضاء المجلس البلدي وعددهم 23 باستثناء يحيى فتال العضو المستقيل سابقا. وبعد إعلان النتيجة ترأس المحافظ الجلسة طالبا استمرار انعقادها لانتخاب رئيس ونائب للرئيس، فحصل تشاجر بين بعض الأعضاء يمين بعضهم بعضا بالغدر، وسد القاعة هرج ومرج وانسحب على أثرها أمر الدين وأحد عشر عضوا، فيما بقي أحد عشر عضوا داخل القاعة، الأمر الذي أفقد الجلسة النصاب القانوني. استقبل قائد الجيش رماد جوزيف عون سفير مملكة إسبانيا في لبنان والملحق العسكري الإسباني، كما استقبل الوزير السابق يعقوب الصراف ووفدا من منظمي نشاط يوم مع الوطن، وجرى التداول في شؤون مختلفة. مشاهدينا الكرام، الوزير سليم جريساطي يعني قبل قليل في ساحة النجمة مع دردشة مع الصحفيين أكد أنه بكير على جلسة لمجلس الوزراء، ما بدنا نبعثرها، ولكن اللواء إبراهيم يعمل على خطوط هي التحقيق تسليم المطلوبين والقضاء ومن ثم سياسة والوصول إلى حل لما حصل في قبر شمون. فصل فنواصل. مجريات الناقلة البريطانية في التقرير الآتي. ذكرت الديلي ميرر البريطانية أن سفينة حربية بريطانية تتجه صوب الخليج العربي أعلنت حالة التأهب القصوى بعد اكتشاف قارب مفخخ إيراني في طريقها. وبحسب الصحيفة فقد كان بإمكان القارب الإيراني المفخخ غير المأهول والمعبأ بالمتفجرات إحداث ثقب في هيكل المدمرة. وأضافت الصحيفة أن القوات السعودية التي كانت على مقربة من السفينة الملكية في مياه البحر الأحمر رصدت القارب التفجيري الإيراني الذي يتم التحكم فيه عن بعد. وتعتقد المصادر أن القارب الإيراني المفخخ الذي يمكن توجيهه من على بعد 4 أميال نشره الحوثيون المدعومون من إيران. في هذا الوقت وعد الرئيس الإيراني بريطانيا بالرد على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق. أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة الدولية عبرت للولايات المتحدة عن قلقها بشأن القيود المشددة على حركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته لنيويورك هذا الأسبوع. وصرح حق للصحفيين أن الأمانة العامة للمنظمة على اتصال وثيق ببعثتي الولايات المتحدة وإيران الدائمتين لدى الأمم المتحدة ونقلت مخاوفها للبلد المضيف. وأفاد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هاك أن المسؤولين الأمريكيين لن يجتمعوا بظريف. وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال إنه سيسمح لظريف بالتنقل فقط بين الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية لدى المنظمة ومقر إقامة سفير إيران بالأمم المتحدة ومطار جون كينيدي في نيويورك.
الآن مشاهدينا الكرام مع تقرير حول العالم وداني حرب. وفقا لتقرير في مجلة المخاطر السياسية، فإن أطفال أويغور في شانجيانغ الذين تم احتجاز أهاليهم في معسكرات إعادة تأهيل يتم وضعهم تحت رعاية الدولة. وتشير هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إلى أن الأطفال يتم احتجازهم في المدارس المحلية التي توفر لهم الإقامة والطعام والملابس. وقد وجد مؤلف التقرير أدريان زانز أن عدد الأطفال المسجلين في هذه المدارس قد ارتفع بأكثر من نصف مليون في عام واحد فقط. وقد شهدت السلطات الصينية توسعا هائلا في المدارس في المنطقة، حيث أنفقت أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي على بناء وتحديث الصفوف الأولى للأطفال في جنوب شانجيانغ. وأشارت الأبحاث إلى أن العديد من المدارس مزودة بأنظمة مراقبة كاملة وأجهزة إنذار لمحيط المدرسة وأسوار كهربائية كجزء من تدابير العزل. طرح مركز لإعادة تأهيل الحياة البرية في ولاية أيوا فكرة استخدام حملات صدر القديمة لعلاج السلاحف المصابة. وأخبرت تريس بيل مؤسسة ومديرة مركز إعادة تأهيل الحيوانات في إنديباندنس بولاية أيوا فريق KWWL إخباري بأنها توصلت إلى فكرة استخدام إغلاقات قديمة للرباط مع روابط سحاب صغيرة من الأبوكسي لإنقاذ السلاحف الذين يعانون من إصابات في قوقعاتهم. ويتم لصق المشابك الصدرية على جوانب متقابلة مع أصداف السلاحف، في حين تستخدم روابط زيب لتثبيت القوقعة، وهذا يسمح للسلحفات المريضة بالشفاء. نبقى مع داني وأخبار الرياضة. قال فالتيري بوتاس إنه سينظر للرجل الذي أمامه في المرآة بحثا عن سبيل التغلب على لويس هاملتون بعد اتساع الفارق بين الاثنين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات. واتسع الفارق في الترتيب العام للسائقين إلى 39 نقطة بعدما فاز لويس بسبعة سباقات من 10 جرات حتى اليوم، مقابل 2 لبوتاس وواحد لماكس فيرستابن. ويتبقى 11 سباقا من أصل 21 هذا الموسم. وقال بوتاس إنه لن يعتمد على تقنية نيكو روزبرغ الفائز ببطولة العالم للسائقين عام 2016 عندما كان يقضي السائق الألماني ساعتين كل يومين مع طبيب نفسي رياضي من أجل التغلب على هاملتون، لأن كل رياضي وكل شخص يحمل شخصية متفردة، وهو يخطط لحل المشكلات بنفسه وهو يعرف ما المناسب له. توفي بطل العالم السابق الأمريكي بورنال ويتكر الملقب بسويت بي بعد اصطدامه بسيارة في فيرجينيا بيتش وفقا للشرطة. وكان ويتكر 55 سنة بطل عالم في 4 أقسام في الملاكمة، WBC وزن الخفيف، IBF خفيف وزن الوسط، WBC وزن الخفيف، WBA خفيف وزن الوسط. وكان قد تقاعد في عام 2001 وكان عضوا في قاعة مشاهير الملاكمة الدولية، وكان الفائز بذهبية لوس أنجلوس الأولمبية عام 1984. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه النشرة نشير إلى أن الزميلة نوال سلمان سألت رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، فقال إنه إننا نتشاور مع الرئيس بوري بتخريجها لقطع الحساب كانت قدم فيها الوزير سليم جريساطي عن مهلة 6 أشهر، بيكون قطع الحساب تأمن وبذات الوقت تعزيز ملاك ديوان المحاسبة بالقضاة والموظفين. رئيس الحريري سألته تلفزيون لبنان يعني نوال أشقر عن الموضوع، قال كل شيء بيجيب توافق ونحن بنمشي فيه. على عمل التوافق دائم بالبلد. ولهون نوصل لنهايه نشرتنا. انا ونبيل بنشكركم ودمتم بخير والى اللقاء. الى اللقاء.